كان لي شرف المشاركة في فعاليات الندوة التي نظمتها جمعية مستقبل فاس للتنمية المستدامة بالتنسيق مع غرفة الصناعة والتجارة حول موضوع المرأة وحقوقها من داخل المنظومة الكونية أو الحقوق الكونية، بحيث تطرقت إلى موضوع الفصول التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق المرأة، والعهد الخاص لحقوق المدنية والسياسية، والعهد الخاص لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك مجموعة من النصوص القانونية كنص قانوني عقد الزواج ونص قانوني حق المرأة في الشغل، وصولا إلى اتفاقية سيداو وما تلاها من البروتوكول الاختياري لهذه الاتفاقية، بحيث أوضحت في مداخلتي أن الإجماع الكوني حول هذه الحقوق لا يستقيم إلا بانخراط الدول في وإلزامية الدول في تنفيذ هذه الخطوط هذه الحقوق، ولعل تجربة المغرب تعتبر التجربة رائدة من سواء داخل الدول العربية أو الدول الإفريقية في الأخذ بهذه الحقوق والحرص على تطبيقها، انطلاقا من مدونة الأسرة التي صدرت 2004 أو دستور المملكة 2011 الذي جاء في ديباجته سمو المواثيق الدولية على التشريع المغربي، وكذلك مجموعة من الإجراءات التي واكبت هذا مصادقة المغرب وانخراطه في اتفاقية سيداو، من ضمنها تلك التقارير الدورية التي يرفعها المغرب للجنة المختصة في هذا المجال. خلاصة القول أن المغرب بانخراطه في المنظومة الحقوقية تبقى حقوق المرأة من ضمن هذه المنظومة، وهو صاهر ولا زال يتابع عن كتب تحقيق مزيد المكتسبات للمرأة، فقط أن هناك مشاكل وهناك متطبطات يمكن تحديدها فيما هو في البعد الثقافي أو البعد الاجتماعي أو البعد السياسي الذي نختزله عند الأحزاب السياسية. وشكرا.